من سنة 1871. يعني تبديل كبير، يعني تنمية كبيرة من بلاد تاعنا من جانب الأجيال تكون وخير ومنتقلة بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لأستاذنا الفاضل عبد الرزاق. السادة أعضاء البرلمان، السادة ممثلي الأحزاب المساندة، نعم على حكم الوجه كما يقولها الزعيم الأولي الممثل، حزب جبهة المستقبل، حزب جبهة التحرير، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي. السيد مدير الحملة الولائية للمترشح الحر عبد المجيد تبول، الأستاذ بن عباسي حسين، تحت التنسيقات المحاولة المرشح. كنا إيد واحدة ورجل واحد. اليوم أنا أسعد 80%. الله ربي يعلم الرجل العظيم هذا الوفي المخلص لبلده ما نجيش قدو عليه يستاهل لان هذه الوقوف مع الدوله الجزائريه العشب على المترشح حول عبد المجيد تبون الخاص بالجانب الاقتصادي عالميا لانه كان فيه ركود عالمي المحاور التي تدخل في انجازات السيد عبد المجيد تبون هضرها قدام وسائل الاعلام قليل مادام هضر كاين خطر الخطر هذا واحد اسمع اللي يتبع وكلها ذات كفاءه عاليه وتبذل قصور جهودها من اجل الرفع والتخفيف من معاناه المواطن والرفع من مستوى التنمية على مستوى هذه الولاية. الولاية التي قارنوها مع الولايات بحديث النشأة يرجع التاريخ إلى ولاية برج بوعريش يشهد له الجميع راه مسندين معنا دائما. سكان ولاية برج بوعريش أن يتجندوا كرجل واحد يوم الانتخاب لأنه أنا أعرف معظم ولايات الشرق الجزائري اللي ما تمتعتش بما تتمتع به من تنمية على مستوى برج بوعريش في جميع المجالات نبدأ الإنارة بسرعة الريفية الفلاحية الطرقات المنشآت كل شيء متوفر بنسبة عالية. كل متعب وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وما ننساوش نحييو كل الأسلاك الأمنية وعلى رأسهم الجيش الشعبي الوطني وكل وكافة الأسلاك الأمنية.